تاريخ اليوم تاريخ 27 أو 28 ذي القعدة، 27 ذي القعدة، 27 ذي القعدة سنة 1444 الموافق ل 16 من شهر شوال سنة 2023. سيبقى هذا التاريخ إن شاء الله شاهدا على هذا اليوم الأغر في حياة هذه القرية الميمونة إن شاء الله. كيف لا ونحن نشارك في احتفالية فتح هذا الصرح العظيم، هذا المسجد الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أسس على التقوى وأن يكون له ما بعده
إن شاء الله. وربي سبحانه وتعالى لما أمرنا ببناء المساجد أمرنا بعمارتها، فالبناء لا يغني، بل إن البناء إذا كان فارغا وشاغرا إنما يكون حجة علينا وليس لنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ربما ندندن بعض الشيء حول هذه الآية الجليلة التي توضح لنا فلسفة بناء المساجد في الإسلام، الأبعاد الحقيقية لبناء المسجد في الإسلام، لأنه أمر جلل أن تبني مسجدا، فهذا أمر جلل. ولكن الشيء الجميل والأجمل وهو أن يؤدي هذا المسجد دوره المنوط به. ولذلك الله سبحانه وتعالى في بداية الآية قال: إنما يعمر مساجد الله. وإنما التي صدر الله سبحانه وتعالى بها الآية لها مدلولها العميق. تعرفون بأن الله سبحانه وتعالى كلمة القرآن أو حتى حروف القرآن لها النسق متاحها، ترتيب متاحها له أسرار عظيمة جدا، لأنه كلام رب العالمين. إنما يعمر مساجد الله، وإنما كما يقول أهل اللغة هي كافة ومكفوفة لا عمل لها، وإنما يؤتى بها من أجل الحصر والقصر والتأكيد، تأكيد المعنى. من الناحية الإعرابية أو من الناحية النحوية لا أثر لها في الجملة أو في الآية، لكن من الناحية البلاغية، من ناحية المعنى، من الناحية الدلالية لها أو لها قوته. ولذلك كثيرا ما نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما يريد أن ينبهنا إلى بعض الأمور الهامة يأتي بهذه الكلمة: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما النسي زيادة في الكفر. إنما كثيرا ما نجد هذا في القرآن الكريم، بل وحتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. لماذا هذا التعبير القرآني بهذا الشكل؟ هذا التعبير يسميه فقهاء اللغة أو الدلالة في فقه اللغة إنما هو تحفيز الهمم من أجل العمل، ذلك العمل المنوط بهذه الآية، أو يقولون أسلوب التحفيز والإغراء والتشجيع. فعوض أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأساليب غير المباشرة في القرآن الكريم، عوض أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى: أعمروا بيوت الله، أعمروها، لا ما يجبش، لأن فعل الأمر إنما هو من الأساليب المباشرة، أساليب فعل الأمر وفعل النهي وغير ذلك هذا من الأساليب المباشرة. لكن القرآن الكريم يعني نجده أحيانا يأتي بأساليب غير مباشرة من أجل التنويع،
في الخطاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله. فهذا الأسلوب إنما هو اعتداد ومدح للإنسان الذي يقوم بهذا الفعل. فأنت مثلا لما تكون في مجلس وتمدح إنسان تقول فلان أهل فضل، فلان كذا كذا، معنى ذلك أنك تدعو بطريقة غير مباشرة غيره أن يقتدي به في فضله. فالقرآن الكريم لما مدح العامرين لبيوت الله سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم من عمار بيوت الله، إنما هو في حقيقته دعوة لغيرهم بأن يقتدوا بهم في عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية إنما هي دعوة غير مباشرة لنا بأن نعمر بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه ربما فائدة من الفوائد التي نستجليها من هذه الآية: إنما يعمر بيوت الله أو مساجد الله. وكلمة يعمر لهنا كذلك لها معناها. لماذا القرآن أحيانا يأتي؟ لأن كل كلمة عندها المعنى انتها في السياق انتها القرآن، في سياق الآية. فرب سبحانه وتعالى جاء بفعل، والفعل الذي عبر به إنما هو فعل مضارع، وتعلمون أن الفعل المضارع إنما يفيد الحال والاستقبال، أنه يفيد العمل في الحال ويفيد استمرارية هذا العمل فيما يستقبل من الزمن. ولذلك رب سبحانه وتعالى مدح العامرين الذين يعمرون بيوت الله في الحال أو في الحاضر، كما أنه مدحهم، يعني مدح فعلهم المستمر في المستقبل. إنما يعمر مساجد، أو يعمرها في الحال ويعمرها في المستقبل. وعمارة بيوت الله أيها الإخوة المؤمنون التي أشارت إليها الآية الكريمة تعني أمرين اثنين، عمارتان اثنتان. ما هما هاتان العمارتان؟ عمارة معنوية وعمارة حسية. والآية تشير إلى هاتين العمارتين أو هاتين التعميرين، التعمير المعنوي والتعمير المادي. فماذا نقصد بالتعمير المعنوي؟ نقصد بالتعمير المعنوي هو أن يكون للمسجد أو لرواد المسجد دور في الجوانب المعنوية التي أنيطت بالمسجد. فالمسجد هو مكان للعبادة، المسجد هو مكان للذكر، المسجد هو مكان لتلقي العلم، المسجد هو مكان للتفكر والتدبر. وكل هذه وغيرها من المعاني إنما تدخل في باب عمارة المسجد. معنى أن الإنسان لما يجي للمسجد يصلي يقول له: أنت من عمار بيت الله، لأنك تعمر المسجد بالصلاة. إنسان لما يجي ويقعد في مكان يذكر نقول له: أنت من عمار بيت الله، لأنك تذكر الله في خير بقاع الأرض وهو المسجد. الإنسان لما يجي ويستمع إلى درس من دروس العلم نقول له: أنت من عمار بيت الله، لأنك تفيد وتستفيد. الإنسان لما يجي ويقرأ القرآن في بيت الله سبحانه وتعالى قل له: أنك من عمار بيت الله. حتى الإنسان لما يجي ويختلي بنفسه في مكان بزاوية من زوايا المسجد ويتدبر ويتذكر قل له: أنت من عمار بيت الله. هذه العمارة الحقيقية المقصود بها إنما يعمر مساجد الله، هذه قلوا لها العمارة المعنوية. وهذه
هي وظيفة المسجد، وهكذا ينبغي أن يكون عليه رواد المسجد، بمعنى أننا لا نأتي إلى بيوت الله من أجل القال والقيل، أننا لا نأتي إلى بيوت الله من أجل الخصومات، أننا لا نأتي إلى بيوت الله من أجل إثارة أمور الدنيا في بيت الله، فهو مكان لا يليق بهذا، مكان لا يليق بهذا. وإنما الواجب علينا أننا إذا أتينا إلى بيت الله أن نتأدب بآداب المسجد، وآداب المسجد تعرفونها من طهارة وسمت وخشوع وتخشع وغير ذلك، هذه الآداب المطلوبة في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول باختصار شديد، الجانب الأول باختصار شديد وهو العمارة المعنوية، وهذه هي المطلوبة، هذه المطلوبة حتى لا تكون هذه المساجد حجة علينا أمام الله سبحانه وتعالى، نبنيها ونتركها خالية هكذا، وإنما الواجب علينا، لأننا إذا بنينا المسجد كأننا أقمنا حجة على أنفسنا، مش ابني وروح، لا، فلا بد الإنسان اسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا كان باستطاعته أن يصلي يأتي يصلي، إذا كان هناك درس، إذا كان هناك قرآن، إذا كان هناك أي نشاط من أنشطة الخير، فعلى الإنسان أن يأتي، أن يكثر ثواب المسلمين، أن يملأ هذا المسجد بالخير، لأن المسجد كما تعلمون المسجد هو القلب النابض في المجتمع، هو الذي من خلاله يصلح المجتمع. ولذلك كما تعلمون تاريخيا في التاريخ كان المسلمون الأوائل الذين يفتحون البلاد، وقرأوا في التاريخ تلقاها، كانوا لما يفتحوا مكان أول حاجة يديروها بناء المسجد. اذهبوا وقرأوا تاريخ البصرة، البصرة بناها المسلمون، الكوفة بناها المسلمون، بغداد عاصمة الخلافة العباسية بناها المسلمون، القيروان بناها عقبة بن نافع، الفسطاط في مصر بناها عمرو بن العاص، وغير ذلك. هذه المدن التاريخية، الحواضر التاريخية، كان لما المسلمون يفتحون منطقة من المناطق ويؤسسون فيها مدينة من المدن، أول حاجة يفعلوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبنيوا المسجد. لما يبنيوا المسجد بجانب المسجد تكون دار الإمارة، وهي الوالي الذي يشرف على هذه أو هذا الإقليم، وبجانبه بجانب المسجد يكون السوق، وعلى يمين المسجد وشماله وبجانبيه تكون الأحياء السكنية. ولذلك لما نشوف ننظر في المدن العريقة هذه القديمة نجد بأن المسجد هو الذي يتوسط هذه المدينة، لماذا؟ حتى يكون هذا المسجد القلب النابض، هو الذي يشرف على يسير ويشرف على حياة الناس الدينية والدنيوية. ما معنى أن يكون السوق بجنب المسجد؟ ما معنى أن تكون دار الإمارة بجنب المسجد؟ لأنه في الزمن الأول كان الرئيس أو الوالي أو الخليفة هو الذي يؤم الناس، هو الذي يصلي بهم صلاة الجمعة، هو الذي يصلي بهم الأعياد، ولذلك البيت نتاعو كان موجود قدام المسجد. هذه واش حبينا نقولوا؟ حبينا نقولوا بأن المسجد هو اللي لابد أن يكون له القيادة، تكون له القيادة الروحية والقيادة الدنيوية في المجتمع، وكلما كانت هذه القيادة للمسجد كلما كان المجتمع في خير وعافية. هذا الأمر الأول من حيث الصيانة، من حيث النظافة، من حيث الرعاية، من حيث الحراسة، إلى غير ذلك، كل ذلك هو عمارة لبيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يساهمون في بناء بيت الله سبحانه وتعالى أو بيوت الله، هؤلاء الذين يحرصونها، هؤلاء الذين يقدمون ما يمكن تقديمه،
هؤلاء كلهم من عمار بيت الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن العامر هو الذي يكون في المسجد فحسب، لا، بل إن العامر كذلك هو الذي يساهم في بناء هذا المسجد وفي صيانته وفي حراسته وفي تنظيفه وفي الاهتمام به بما يمكن بما تيسر. كل ذلك يطلق عليهم عمار بيت الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إنما هم ناس خاصين، ليس كل إنسان يستطيع أن يعمر بيت الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يستطيع أن يعمر بيت الله ربي سبحانه وتعالى. أذكر خصوصية هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله أو مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله. ولذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر، وكلمة لها من في اللغة العربية كما تعرفون القرآن، الذي معرفة اللغة العربية شيء ضروري من أجل استجلاء المعاني القرآنية. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لما يقول من، ومن كما تعرفون في اللغة العربية هي اسم موصول للعاقل، كاين من وما، لهنا القرآن جاب كلمة من. لماذا جاب كلمة من وما جابش عوضها كلام إنما يعمر مساجد الله المسلمون، أو إنما يعمر مساجد الله الناس، أو إنما إلى غير ذلك؟ لماذا القرآن الكريم جاب هذه الكلمة؟ لأن هناك سر، كان هناك سر، لأن كلمة من في اللغة العربية إنما تفيد العموم، إنما تفيد العموم، وهي للعاقل. وما معنى تفيد العموم كلمة من هذه؟ أي أنها شاملة لفئات متعددة، هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله. فهذا العامر لبيت الله قد يكون رجلا، وقد يكون طفلا مميزا، وقد تكون امرأة، وقد يكون إنسان عربي، وقد يكون إنسان أعجمي، وهكذا. فالدلالة نتاع كلمة من في هذه الآية إنما تفيد العموم، تفيد أنها تشمل مجموعة من فئات المجتمع. قد من يكون فقير، يكون غني، يكون بعيد، يكون قريب، يكون ذكر، يكون أنثى، عربي غير عربي، كل هؤلاء تشملهم هذه الكلمة التي تفيد العموم. ثم بعد ذلك الآية كذلك فيها واحد الإيحاء آخر، لماذا ربي ذكر من، والتي تفيد أنها للعموم وأنها للعاقل، ليدل دلالة أخرى، أو لتدل هذه الآية دلالة أخرى على أن غير العاقلين لا ينبغي أن يكونوا أو أن يتواجدوا بالمسجد، وإنما الذي ينبغي أن يتواجد بالمسجد هو الإنسان العاقل. بمعنى أن الإنسان إذا كان فاقد العقل لا يجوز له أن يأتي إلى المسجد. الإنسان المجنون هل يجوز له أن يدخل إلى المسجد؟ لا، لأنه لا يعقل. أو الإنسان مثلا الصبي غير المميز، الصبي غير المميز الذي لا يميز في تصرفاته، ربما يدير بعض الأمور العبثية إلى غير ذلك. ولذلك أن الآية بطريقة غير مباشرة أرادت أن تقول لنا أن الذين ينبغي لهم أن يعمروا بيوت الله أن يكونوا ناساً عقالاً متميزاً، أما غير العقال فلا ينبغي لهم، لأن هذا يتنافى مع قدسية بيوت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ربي قال مساجد الله، وإضافة المساجد لله سبحانه وتعالى ليس فيه يعني معنى القدسية فحسب، وإنما فيه معنى الاختصاص كذلك، بأن هذه المساجد عندها حالة خاصة، والناس اللي يجيو لازم يكون ناس خواص، مش أي كل من هب ودب يدخل إلى هذا المسجد. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وسبحان الله الآية جابت الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا الجنب الاعتقاد، وأقام الصلاة وآت الزكاة هذا الجنب العبادات، ولم يخشى إلا الله هذا جنب السلوك. فكأن هذا الإنسان الذي هو من عمار بيت الله ينبغي أن يكون
متواجدة في هذه الأحوال الثلاث: أن يكون إنساناً مؤمناً حقيقياً من حيث الاعتقاد، أن يكون مواظباً على عبادته، أن يكون كذلك من حيث السلوك مستقيماً في سلوكه أي في حياته العامة. وهذا هو الإنسان الصالح، هذا هو الإنسان الصالح، بمعنى أن الإنسان الذي يأتي إلى المسجد، لماذا ربي قال آمن بالله؟ لأن الإيمان يتنافى مع أهواء النفس. أنت جاي تصلي في المسجد، والله جاي تدير درس في الجامع، والله جاي تقرأ القرآن أو تسمع الناس القرآن، ما هو الباعث؟ ما هو الغرض متاعك؟ هل جئت من أجل الرياء؟ هل جئت من أجل الشهرة؟ هل جئت من أجل أن يتحدث عنك الناس؟ هل جئت من أجل كذا وكذا؟ إذا كان هذا هو البعث نتاعك، طبق خلاص، ما بقاش شيء، أنت لست مؤمنا، لأن الإيمان يتنافى مع هذه الأهواء. ما يهواه الإنسان من حظوظ النفس هذه يتنافى مع عمار بيت الله سبحانه وتعالى. وإنما المؤمن الحقيقي لما يجي يصلي، يصلي وهو مخلص، يدير الدرس يدير وهو مخلص لله، يقرأ القرآن وهو مخلص لله، يدير أي نشاط. لما أنا رايح للمسجد مش من أجل أن يراني الناس، من أجل أن يتحدث عن الناس، لا، وإنما يكون هذا البعث نتاعو إنما هو النية الصالحة، الإخلاص إلى غير ذلك. والمسألة تحتاج إلى شرح وتفصيل، وربما الوقت زحمنا ولا نستطيع أن يعني نأخذ أكثر من ما قلناه. قبل ما نحل المجال الشيخ العيد القمري معتمد دائرة رأس الواد إن شاء الله، ربما عنده كلمة إن شاء الله، كطلب مني أن تكون له كلمة إن شاء الله في ما تيسر من الوقت. على كل حال، قبل أن أنهي الكلمة تاعي هذه، أشكر باسمي الخاص وباسمي مدير شؤون الدنيا والأوقاف الذين حضر الكثير منهم، أحييهم الآن، هم معنا اليوم إن شاء الله راح نحتفل معنا بهذا الحدث العظيم. أشكر كذلك باسمي الأئمة والمقاطعة تاع اللي راني نشرف عليها، باسم الشيخ كذلك المعتمد تاع الدائرة تاع راس الواد. نعم، أشكرهم يعني شكرا جزيلا على الحضور والاهتمام تاعهم. ثم كذلك أشكر السيد المير تاع علي تسرى، قالوا لي أخضر معنا. على كل حال، أهلا وسهلا ومرحبا بك إن شاء الله. والناس اللي وجهت إليهم الدعوة، لست أدري حضروا أم لم يحضروا، في مخص قائد مجموعة الدرك ببلدية تسرى، الجماعة تبع الجمعيات الفاعلة في المجتمع الذين وجهت لهم الدعوة كلهم باسمه وصفته، وأعذروني ربما لا أحفظ الأسماء والصفات. كذلك أشكر الشيوخ نتاعنا، بركة تاع اللي راه مازلت، الشيخ سيدي العياش فاطمي وسيدي سعد سعود، البركة نتاع المنطقة هذه، بارك الله فيكم وراكم شرفتونا بالحضور تاعكم. جماعة كامل الأئمة اللي حضروا معنا، جماعة أنتم أهل بير عيسى الذين شرفتونا بالحضور، ولكن الشكر الخاص والعظيم هو لجمعية المسجد. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى رسول السيد سعود خضري حفظه الله وسدد خطاه ووفقه هو والجمعية تاعو، وأنا أعرفه منذ أن بدأ، يعني بدأنا غرس المسجد هذا وهو على قدم وساق يجري هنا وهناك كأنه نحلة لا يترك مكانا إلا وطرقه، من أجل هذا اليوم ومن أجل هذه اللحظة حتى يكون هذا المسجد عامر. فإحنا نقول لهؤلاء، نقول لهم جزاكم الله خيرا، نحن لا نستطيع أن نجازيكم، وإنما نقول لكم جزاكم الله خيرا. كما لا أنسى جميع المحسنين، ولولا هؤلاء المحسنون جنود الخفاء لما كان هذا المسجد. الكثير من المحسنين الذين لا يحبون حتى ذكر الأسماء نتاعهم، نقول لهم بارك الله فيكم، وبارك في أموالكم، وبارك في أهليكم، وبارك في أعماركم،
وجعلكم ذخرا لهذا الوطن إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى لنا والوطن نتاعنا والبلاد نتاعنا إن شاء الله بالحفظ والصون والبركة والأمن والأمان، وإن شاء الله ونبقى على هذا حتى نهاية الدنيا هذه إن شاء الله. فضل الشيخ العيد في كلمة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ومبروك عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المتجهة إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى، تدعوه وتطلبه وتسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تقبل منا جميعا إن شاء الله. أولا إخواني، نبارك لهذا الحي وهذه الجهة، ونبارك لنا جميعا بفتح هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. مبروك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله هذا الفتح يكون فتح مبين ويكون فيه فائدة ترجع على السكان، خاصة على سكان هذا الحي القريب من المسجد، لأن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خص جار المسجد أن الصلاة نتاعو ما يجوزش يبيتو حتى يجي المسجد، لأن جار المسجد هو المستفيد الأول من المسجد. إن شاء الله المساجد هذه بيوت الله، كما كان يقول الشيخ في بيوت إنما يعمرو، وإيش قال الله سبحانه وتعالى؟ مساجد الله، إنما مسجد لله سبحانه وتعالى، إن المساجد لله فهو هي بيت الله. ما دام بيت الله تحترم ويستفاد منها وفيها فضل وفيها خير كبير إن شاء الله. إخواني، المساجد مديرة أول التعليم، أنا الشيء اللي حبيت نقوله التعليم، تعليم ثم التعليم، تعليم أولادكم كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، وثم القرآن علموا أولادكم كتاب الله. هذه فرصة في فتح هذا المسجد الكريم إن شاء الله. لا تنسوا صلاة الإنسان حتى في مكان العمل، يصلي في بيته يصلي فيه، ولكن تعليم تاع القرآن ضحضاع في وقتنا هذا مادام نعطيه الاهتمام كبير، سواء من المشرفين على هذا البيت وسواء من الأولياء يعطيه الاهتمام الكبير للجميع. كذلك المساجد يا إخواني، المساجد هذه جعلها الله سبحانه وتعالى نجتمع فيها لأجل ماذا؟ لأجل نعبد الله، لأجل نذكر الله كما كان يذكر الشيخ، لأجل كذا. ما فيهاش أغراض أخرى، ما فيهاش أهداف أخرى إلا عبادة الله، هذا معنى مسجد الله، نعبد فيها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ماذا بين هذيك الأهواء وهذيك الأمورات اللي نتاع النفس، هذيك ماذا بينا نخليها خارج المسجد يا إخواني. بارك الله يصلح لنا به، باش يصلح لنا هذا المسجد، وبيفيدنا نخليو الأهواء تاع النفس خارج المسجد. بارك الله فيكم، نجتمع في بيت من بيوت الله في كل ناحية اجتماعية، جنب إلى جنب، نسجد لله جميع، ليس لأحد على أحد فضل، نقف جميع في الصف الواحد، نسجد لله جميعا، نذكر الله سبحانه وتعالى جميعا، متجهين إلى قبلة واحدة. هذا يجعل فينا إن شاء الله أن نكون جسدا واحدا. كذلك نستمع إلى إمامنا وهو يقرأ القرآن، هذا القرآن الذي يحض على الخير والإحسان، يحض على الأخوة، يحض على المحبة، يحض على الإنفاق في سبيل الله، يحض كذلك إلى آخره إلى آخره. يكون في ذلك هذا الاجتماع والاستماع والعبادة وهذا كذا، يكون إلحاق قوي
إلحاق أوي وبان ترباو، إلحاق أوي وبان عبد الله علاقته خالصة، إلحاق أوي وبان تحبوا، إلحاق أوي وبان تعاونوا. هذا هو الهدف تاع المثلين، هذا هو الهدف تاع المثل، لأن بعض الناس وكثير من الناس يقولوها كثرة تاع الناس ما تعرفش هذا المثل، وتحولوا إلى أشياء أخرى صار الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية إن شاء الله. هذا إخواني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والله يشكر جميع اللي قاموا بنا هذا المسجد، سواء كان كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل ولا قريب ولا بعيد. وش يشكروا؟ يقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، نسأل الله سبحانه وتعالى اللي يجعل إن شاء الله من عمار بيوت الله يوم القيامة، من عمار بيوت الله إن شاء الله. هذا ويجازيه الجزاء الحسن. إحنا ما ندير له والو، إحنا نقول له أحسن، ونقول لمن أحسن أحسنت ولمن أسأت ربي يهدي. إحنا نقول له أحسن، سواء على رأسهم اللجنة الدينية اللي قامت بنا بنا، لأنها راه عانات معانات، وهذا الشيء طبيعي جدا. اللي يخدم الخير ويمشي في طريق الخير كله يعاني. جدودنا بكري وعجيزنا يقولوا لنا طريق ربي حرشة، طريق ربي فيها شوك، هذا الشيء طبيعي، ولكن إن شاء الله يديوا الأجر وينالوا الحسنات إن شاء الله. والمسجد راه صار يطلع وراه منور، وإن شاء الله أنه يتعب يخرج إلى برا، ويخرج الأهل الحي، ويخرج وينور أولاد الحي، وينور سكان الحي إن شاء الله، وينور الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم السلام والعافية من الله. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فهذا بيت من بيوت الله يبنى وتشرع أبوابه لعباد الله الصالحين، وهذه واحة من واحة من واحات الإيمان تفتح ذراعيها للمؤمنين الصادقين، وهذا ملجأ أمن للحاملين التائهين ليعودوا إلى رحاب رب العالمين، وليقوموا بيته فيكونوا من المفلحين. المساجد عباد الله أماكن رفعها الله وأعظم قدرها، فقال عز من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال القرطبي رحمه الله: أذن الله أن ترفع، أي أن تعظم. هذه هي المساجد، بيوت كرمها الله
لذلك حصر الله أمر عمارة المسجد حتى بعد موته. يقول صلى الله عليه وسلم:
فيما صح عنه سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه هي الخيرات التي ينبغي أن نحرص على أن نخلفها خلفنا إذا تركنا هذه الدار كلها ومرها إلى دار لا شك أننا نحتاج فيها إلى زاد من التقوى والعمل الصالح. أسأل الله تعالى لمن ساهم في بناء هذا المسجد من ماله أو بيده أو بلسانه من كلمة طيبة قالها للعمال ودعا إلى بنائه بالأقوال أو الأفعال، أن يجعل الله عمله وقوله عنده متقبلا، وأن يثقل بها ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يرفع بها درجته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يعمر مساجد الله، اللهم اجعلنا ممن يعمر مساجدك ويعظمها، واجعلنا اللهم من العابدين الشاكرين الذاكرين، واجعلنا اللهم هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اكتب لنا بكل خطوة نخطوها إلى المسجد حسنة، وبكل قمرة إمام نتوضأها لك لوجهك حسنة، وبكل جلوس انتظار الصلاة إلى الصلاة حسنة، وبكل تآلف وتآزر بيننا نحن عبادك الضعفاء حسنة، وبكل حرف نعلمه من كلامك لأولادنا حسنة، وبكل وقوف لإقامة الصفوف لك حسنة يا رب العالمين. اللهم اكسب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأخرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب حزننا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استوى واعتدلوا حول الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان للمشركين
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله سمع الله Allah.